من الفعاليات اللي صارت أيضا في عطلة نهاية الأسبوع الدورة الرابعة من تحدي دبي للدراجات الهوائية اللي انطلقت أمس، وهي تعتبر أحد أبرز فعاليات تحدي دبي للياقة. واستقطب الحدث مشاركة أكثر من 35 ألف دراج من مختلف الأعمار من المواطنين والمقيمين وأيضا الزوار. هذا أكيد بعد أن المشاركون قطعوا معا مسافة تزيد عن 546 ألف كيلومتر في تجربة مميزة بين أبرز وأشهر المعالم التي تتميز بها المدينة على شارع الشيخ زايد، والذي تحول إلى مسار عملاق للدراجات الهوائية، مما عزز مكانة فعالية أكبر لهذا الحدث المجتمعي لركوب الدراجات الهوائية في دبي و كل المنطقة. بنتحدث أكثر عن هذه الفعالية ويا ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ يعقوب الزرعوني، مدير أول في تحدي دبي للياقة. يا مرحبا وسهلا أستاذ. يا مرحبا الساعة ونورتنا. يا مرحبا يا مرحبا. بداية أستاذ حدثنا عن الأجواء، بما أن نحن ما كنا حاضرين بشكل شخصي، خبرنا عن الأجواء لهذا التحدي، تحدي دبي للدراجات الهوائية، وما شاء الله العدد الكبير من المشاركين فيه. الحمد لله، طبعا مثل ما تفضلتوا هذه الدورة الرابعة لتحدي دبي للدراجات الهوائية، لكن الدورة السابعة لتحدي دبي للياقة، من أكبر الفعاليات اللي موجودة، أكبر الفعاليات الرياضية اللي موجودة على مستوى الإمارة أو أيضا على مستوى الدولة. طبعا الدورة الرابعة لتحدي دبي للدراجات الهوائية كانت مفعمة بالحيوية، هناك أعداد غفيرة الحمد لله تواجدوا معنا خلال فترة الفعالية، أكثر من 35 ألف شخص تواجد معنا من جنسيات مختلفة، جميع الأعمار وأيضا جميع فئات المجتمع، فئات كلياقة وهذه الأمور. والحمد لله رب العالمين، كان في نجاح كبير على المسارين، مسار اللي موجود لأربع كيلومتر في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، نعم، وأيضا الـ 12 كيلو اللي هو على شارع الشيخ زايد. المسارين كان فيها أداء كبير والحمد لله، كان هناك في تنظيم مميز أيضا، ونشكر بالفعل يعني شاهدنا تنظيم رائع جدا. على طاري موضوع يعني شارع الشيخ زايد، أنت ذكرت أنه كان في السباق الطويل موجود هناك، ليش تم اختيار متحف المستقبل عشان يكون الانطلاقة لهذا التحدي أو البداية منه؟ طبعا من ناحية الانطلاقة كانت هناك خمس بوابات للانطلاقة، من بينهم متحف المستقبل. طبعا الفعاليات بشكل عام على شارع الشيخ زايد تعتبر فعاليات مميزة، لأن اليوم نحن سواء كان الجري اللي هو راح يكون تاريخ 26 نوفمبر أو اللي صادف تاريخ 12 اللي هو للدراجات الهوائية، نحن نبغي الناس أن تشوف وتشاركنا جمالية هذه الشارع، الأشياء سواء كانت من المباني سواء كانت من الأشياء الفنية اللي موجودة على شارع الشيخ زايد، أن الناس بمشاركتهم مش فقط اللهم هو مسار يكون، لكن يكون مسار ويكون أيضا جماليات حوالين هذا المكان أن الناس تشوفه. صحيح. أعتقد غير أن أستاذ عن الناس تشوفها، حتى المتسابقين أنفسهم يوم يشوفون المنظر الجميل، فبعد هذا دافع للجري أكثر أو استكمال هذه المرحلة بشكل أكثر حماسية. مستقبلا تحدي دبي للياقة، شو عنده فعاليات أو خطط ناوي إن شاء الله أنه يطبقها وينفذها على أرض الواقع؟ طبعا نحن اليوم يعني خلصنا اول اسبوعين من التحدي، لكن هناك فعاليات كثيره جايه ان شاء الله بتاريخ 18 اللي هو تحدي تجديف على الالواح وقوفا في سد حتى. طبعا التذاكر او المشاركين التسجيل للمشاركه في هذه الفعاليه اوردي فول الحمد لله، هناك اعداد كبيره راح تكون مشاركه معنا، وأيضا تاريخ 26 الحدث الأكبر لتحدي دبي للياقة اللي هو تحدي دبي للجري اللي راح يكون على شارع الشيخ زايد، وأيضا هناك مسارين، مسار الخمسة كيلومتر ومسار العشرة كيلومتر. السنوات اللي طافت شهدنا أعداد كبيرة للمشاركين، السنة اللي طافت أكثر من 190 ألف شخص شارك معنا، وإن شاء الله هذه السنة نشوف أعداد أكبر إن شاء الله. قواكم الله أستاذ يعقوب زرعوني، مدير أول في تحدي دبي للياقة، شكرا جزيلا لكم على هذه الجهود، وشكرا على التنظيم الرائع أيضا، شكرا جزيلا.